لا شك يا أخي أننا ينبغي أن لا ننظر إلى هذا الإعلام الجديد أنه شر محض وأنه مصدر يزعجنا ويقلقنا، لا، ولكنه قد يكون وسيلة إلى أن نصل فيها إلى جميع شرائح المجتمع صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، عربا وعجما، مسلمين وكفار. فنستغل هذا الإعلام الجديد وهذه التقنية الحديثة بأن نوصل ما نريد ونوضح لهم الإسلام جليا واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. إذن فلا يكون عندنا ذلك الهاجس والخوف من هذا الإعلام الجديد، لا، ولكن نستبشر خير بل ونتفائل، فإن منهجية الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل ويحث على الفعل ويحب الفعل، فلا ينبغي أن يكون الإنسان يشمئز وتكون عنده حساسية من هذا الإعلام الجديد. من يعرف أو من يريد أن يتعرف على هذا الإعلام الجديد وأن الجوانب الخير فيه فإنه إن شاء الله سيحقق هذه الأمنية، وكذلك من يريد الشر حتى بدون إعلام يستطيع أن يصل إلى الشر، حمان الله وإياكم جميعا. ماذا تعتقد شيخنا الكريم ما هو الشيء الذي يريده المجتمع من الإعلام؟ يريد المجتمع من وزارة الإعلام ومن الإعلام يريد شيئا كثيرا، ليس هذا مقام تفصيله، ولكن على السريع لابد من أن يكون هناك الحرص على القضايا وإيصال القضايا للناس بصورة واضحة وإزالة اللبس الموجود عندهم، الحرص على الاستفادة من الأكفاء. ولما نقول أكفاء لا نظن أن الأكفاء فقط هم أهل العلم والدعاة، لا، هناك أناس هم من أهل الفكر الناضج الناصح وأهل وأصحاب الأقلام السيانة العذبة التي تخدم الإسلام بقلمها وفكرها وما إلى ذلك. فنريد من الإعلام أن يحتوي عموم الناس الذين يوصلون الخير للغير، وهذه قضية مهمة جدا. لا نريد من الإعلام أن يكون منغلقا أو يكون يعني يهتم بجوانب دون جوانب أو بقضايا دون قضايا، لابد أن يكون إعلاما واسعا رحبا فسيحا. شكرا لك شيخنا الكريم على إتاحة هذه الفرصة. أنتم شكرا لكم وشكرا للقائمين على هذا المركز، وشكر الله ولاة أمرنا على إحياء هذه السنة، وهكذا دأبهم، وهذه قضية الحوار هي من منهج الإسلام والقرآن. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي والله يسمع تحاوركما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحاور الصحابة لما جاءه الرجل يقول يا رسول الله كرم الله وإياكم، يقول إذن لي بالزنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كهره وما زجره ولكن استقطبه وحاوره حتى جعل هذه النظرة له أو هذه الخاطرة في فكره جعلها من أقبح الأشياء إليه. بماذا؟ بالتحاور والكلمة الهادفة.